وسط مقاطعة تقارب 100% طلبة الطب يرفعون التحدي في وجه الحكومة ويمتنعون عن اجتياز امتحانات الدورة الربيعية. بعد أن وضعت الحكومة شرط اجتياز الامتحانات مقابل إعادة النظر في العقوبات المقررة في حق طلبة الطب المقاطعين والتشبث بقراراتها بخصوص مدة التكوين الطبي، ما يقارب 94% من طلبة الطب امتنعوا عن اجتياز امتحانات الدورة الربيعية بمختلف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمملكة، واجتاز فقط 94 طالبا من أصل 10,966 طالب تجسيدا لإصرارهم على مطلب إلغاء قرار تخفيض سنوات التكوين من 7 سنوات إلى 6 سنوات فقط، لتكون بذلك هذه الدورة الرابعة التي تبرمج خلال الموسم الجامعي الحالي وتقابل بالمقاطعة من طرف الطلبة، والذين توزعوا خلال يوم الامتحانات على مختلف مراكز تحقن الدم والمشاركة في حملات تنظيف الشواطئ والحدائق العمومية. ليعيد السؤال نفسه، هل ستنقذ الحكومة كليات الطب من شبح السنة البيضاء أم أنها تأخرت؟